بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخواني وأخواتي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في المحاضرة السادسة لمقرر تكنولوجيا المعلومات في الإدارة. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بالحديث عن المواضيع التالية: أولاً، تعريف نظم دعم أو نظم مساندة القرارات، مكونات نظم مساندة القرار، التمييز بين نظم مساندة القرارات ونظم المعلومات الإدارية، نظم مساندة القرار الجماعية. وقبل الحديث عن هذه المواضيع، خلينا نتذكر سواء المواضيع المهمة والتي تم التحدث عنها في المحاضرة الماضية. في المحاضرة الماضية تم الحديث عن نماذج تصنيف نظم المعلومات، أيضاً عن العلاقات التبادلية بين أنواع النظم المختلفة، الذكاء في الأعمال، خطوات استكشاف المعرفة، تحليل مفهوم نظم مساندة القرار. حكينا عن نماذج تصنيف نظم المعلومات، قلنا حاول بعض الباحثين تصنيف نظم المعلومات في ضوء معايير محددة، مثل تصنيفها في ضوء الدعم الذي تقدمه للمستوى الإداري الذي تتبعه، أو في ضوء الأهداف الوظيفية والبنية التقنية لهذه النظم. ونظرا لتعدد اجتهادات العلماء تكنولوجيا المعلومات، فسوف نقوم بتحليل نموذجين رئيسيين من نماذج تصنيف نظم المعلومات، وهما نموذج أوبراين ونموذج لدن. هل احنا حكينا عن نموذج أوبراين وحكينا عن نموذج لدن، وقلنا أيا الأعم والأشمل ما بين هذه النماذج. حكينا عن نموذج لدن إنه قام بتصنيف نظم المعلومات المختلفة في المنظمة على أساس المستويات التنظيمية في المنظمة، وهي نظم المستوى التشغيلي مثل نظم الدعم التنفيذية، ونظم المستوى الإداري والتي تشتمل على نظم المعلومات الإدارية ونظم مساندة القرارات، ونظم المستوى التشغيلي والتي تشتمل على نظم معالجة المعاملات. وحكينا عن نموذج أوبراين، وقلنا أنه نموذج أوبراين بيقدم نظم المعلومات على أساس أهداف الوظيفي. إذا هو قسم وعمل تصنيف لنظم المعلومات بناء على أهداف الوظيفية وبنيته التقنية، وبالتالي يبدو هذا النموذج أكثر شمولا من نموذج لدن كما وضحنا في الشكل السابق في المحاضرة الماضية. هلا حكينا من خلال اللي هو النموذج أوبراين، قلنا إنه بقسم نظم المعلومات إلى نظم دعم الإدارة ونظم دعم العمليات، وقلنا نظم دعم الإدارة تشتمل على نظم المعلومات التنفيذية ونظم مساندة القرارات ونظم المعلومات الإدارية، بينما نظم دعم العمليات فتشتمل على نظم التعاون والتنسيق المشروع، أيضا تشتمل على نظم السيطرة على العمليات، أيضا تشتمل على نظم معالجة المعاملات. هلا في نظم دعم الإدارة، مثل ما حكينا، يوجد لدينا نظم المعلومات التنفيذية والتي تقدم دعم معلوماتي للإدارة العليا، نظم مساندة القرارات والتي تقدم دعم تفاعلي للقرارات، نظم المعلومات الإدارية والتي تقدم تقارير للمديريين أو للأصحاب أو لصناع القرار. بينما في نظم دعم العمليات، مثل ما حكينا، نظم التعاون والتنسيق المشروع بتساعد على التعاون والتنسيق بين فرق العمل المختلفة ضمن المستويات المختلفة. بينما نظم السيطرة على العمليات فتقوم بالسيطرة على العمليات الصناعية. وأخيرا نظم معالجة المعاملات والتي تقدم أو التي تقوم بمعالجة معاملات العمل. هلا ايش اللي بنلاحظه في نموذج اوبراين؟ نلاحظ في نموذج اوبراين انه يضع نظم المعلومات التنفيذيه ونظم المعلومات الاداريه ونظم مسانده القرارات في فئه نظم المعلومات المسانده للاداره، وبالتالي يميزها عن فئه النظم الداعمه للانشطه التشغيليه، وهي نظم معالجه المعاملات ونظم المعلومات المسانده للتصنيع ونظم تخطيط الموارد او نظم التصميم بمساعده الحاسوب، كما يميزها ايضا عن النظم التي تساعد في تحقيق التنسيق والتعاون بين مجاميع الاداره وفرق العمل، مثل نظم اتمته المكاتب وغيرها من النظم المختلفه. بالتالي فان نظم المعلومات الاداريه هي الحقل العملي الذي يضم كل الأنماط الرئيسية لنظم معلومات الأعمال، وبغض النظر عن مسمياتها وأنماطها ووظائفها. أيضا تكلمنا عن العلاقات التبادلية بين النظم، تكلمنا عن العلاقة التي تربط نظم معالجة المعاملات ونظم المعلومات الإدارية ونظم دعم القرارات ونظم دعم المديريين التنفيذيين، وعطينا شكل وضحنا من خلاله العلاقات التبادلية بين النظم،
وقلنا يلعب كل نوع من أنواع النظم دورا مميزا في خدمة مستوى إداري معين، ولكن لا بد من التأكيد بأن هناك علاقات تبادلية وترابط بين هذه النظم لخدمة المنظمة ككل، حيث لا يعمل كل نظام منها بشكل مستقل عن الآخر، وإنما تعمل النظم المختلفة من خلال علاقات تبادلية في المنظمة، إذ يشكل نظم أو نظام معالجة المعاملات والذي يقع ضمن المستوى التشغيلي المصدر الرئيس لبيانات النظم الأخرى. لذا من الأفضل لكل منظمة أو لكل مؤسسة إدارية أن تقدر مدى الحاجة إلى درجة التكامل والترابط بين الأنظمة المختلفة، وهذا يتطلب جهود للسيطرة على نظم متكاملة كبيرة. أيضا عرضنا شكل وعرضنا من خلاله اللي هي العلاقات المختلفة والعلاقات التبادلية ما بين النظم المختلفة، وقلنا إنه بتبين أن نظم المعلومات ترتبط وتتفاعل مع بعضها البعض بعلاقات تبادلية. لاحظوا إنه هون إحنا بنحكي عن نظم المعلومات وليس نظم المعلومات الإدارية، إحنا بنحكي عن النظم بشكل إيش عام. كيف؟ إذ تقدم نظم معالجة المعاملات المعلومات المختلفة المتجمعة لديها من النظم الوظيفية المختلفة إلى نظم دعم القرار ونظم المعلومات الإدارية بشكل إيش؟ بشكل مباشر. إذا نظم دعم القرار ونظم المعلومات الإدارية تتغذى على المعلومات من وين؟ من خلال نظم معالجة المعاملات. إذا مدخلاتها تحصل عليها من خلال نظم معالجة المعاملات. كما تقوم نظم المعلومات الإدارية أيضا بدورها بتقديم المعلومات إلى نظم دعم القرار. أصبح نظم دعم القرار بتحصل على المعلومات اللي بتحتاجها من مصدرين، المصدر الأول من نظم المعلومات، المصدر الأول من نظم معالجة المعاملات، والمصدر الثاني من نظم المعلومات الإدارية. أيضا حكينا إن نظم دعم القرار ونظم المعلومات الإدارية تزود نظم دعم المديريين التنفيذيين بالمعلومات والنماذج اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، وأن كل ما سبق من علاقات مختلفة ومتشابكة يبين أهمية العلاقات التبادلية بين نظم المعلومات المختلفة. إذا مخرجات نظم معالجة المعاملات هي عبارة عن مدخلات لنظم المعلومات الإدارية ولنظم دعم القرار. أيضا مخرجات نظم المعلومات الإدارية هي عبارة عن مدخلات لنظم دعم القرار ونظم دعم المديريين التنفيذيين، ومخرجات نظم دعم القرار هي مدخلات لنظم دعم المديريين التنفيذيين. أيضا تكلمنا في المحاضرة الماضية عن الذكاء، وتكلمنا عن الذكاء في الأعمال والذكاء الاصطناعي، وأن الذكاء بشكل عام يعبر عن قدرات ذهنية استنتاجية واستدلالية تكتسب من خلال تراكم المعرفة والخبرة. بعض القرارات الإدارية ترتبط بالمعلومات والمعرفة المكتسبة والذكاء والتقنيات الذكية لدعم صنع القرار. إذا الذكاء بشكل عام يعبر عن قدرات ذهنية استنتاجية واستدلالية تكتسب من خلال تراكم المعرفة والخبرة. بعض القرارات الإدارية ترتبط بالمعلومات والمعرفة المكتسبة والذكاء والتقنيات الذكية لنظم دعم أو لنظم صناعة القرار. أيضا تكلمنا عن الذكاء في الأعمال، وقلنا هناك فرق ما بين الذكاء بشكل عام والذكاء في الأعمال، وهناك فرق ما بين الذكاء بشكل عام والذكاء في الأعمال والذكاء الاصطناعي. الذكاء في الأعمال هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات الموجهة نحو المستخدم والتي تقوم بالوصول إلى المعلومات واستكشافها ثم تحليل هذه المعلومات وتطوير طريقة فهمها مما يؤدي إلى تحسين طريقة اتخاذ القرارات. إذن الذكاء في الأعمال مجموعة من الإجراءات الموجهة نحو المستخدم والتي تقوم بالوصول إلى المعلومات واستكشافها ثم تحليل هذه المعلومات وتطوير طريقة فهمها مما يؤدي إلى تحسين طريقة اتخاذ القرارات في المؤسسة. طيب الآن عرفنا ما هو الذكاء، ما هو الذكاء في الأعمال، الآن نأتي لتعريف الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو علم قائم على جعل الحاسوب يفكر كما يفكر الإنسان ويفعل كما يفعل الإنسان. إذن هو علم قائم على جعل الحاسوب يفكر كما يفكر الإنسان ويفعل كما يفعل الإنسان. أيضا حكينا إنه يعتمد مفهوم ذكاء الأعمال بوجه عام على تحليل الأعمال عن طريق تجميع المعلومات عن العمليات والأنشطة اللي بتقوم فيها المؤسسة الإدارية، منها عمليات التسويق والبيع وأنشطة الخدمات، سلوك الزبائن كاستجابة لهذه الأنشطة. أيضا سلوك الأنظمة الداخلية وأنظمة الموردين استجابة لسلوك الزبائن. وبعد القيام بتجميع هذه المعلومات، وبين قوسين هون المعلومات اللي بيتم تجميعها بشكل ايش؟ مستمر.
بشكل مستمر، يعني لا تجمع لمرة واحدة ولكن تجمع بشكل مستمر. إذا بعد تجميع هذه المعلومات يجري تنظيم وتخزين هذه المعلومات بطريقة تسهل الوصول إليها ومعالجتها وعرضها باستخدام العديد من التقارير باستخدام العديد من التقنيات كالتقارير والاستعلامات والتحليلات وأنظمة المعالج التحليلية، أدوات التنقيب في المعطيات ومنها اللي هي الخوارزميات الذكية المستخدمة في هذا المجال والمستخدمة أيضا بشكل كبير في المؤسسات الإدارية. في النهاية يمكن استخدام نتائج تطبيق هذه التقنيات لتحسين العمليات ضمن المؤسسة وبدء دور التحليل الجديدة مرة أخرى. أيضا شرحنا الهرم اللي هو عبارة عن التموضع المنطقي للتقنيات المختلفة لذكاء الأعمال وفقا لقيمتها الكامنة، وقلنا أن الهرم مكون من 6 مراحل وضروري جدا نعرف إيش كل مرحلة إيش اللي بتم فيها وإيش المهمة اللي بتأديها للمراحل إيش اللاحقة. بنلاحظ في السلايدات انه لا يوجد شرح للمراحل، فبالتالي ارجو التركيز على الشرح من خلال المحاضرات المسجله. هل حكينا انه التموضع المنطقي لمنصه ذكاء الاعمال عباره عن 6 مراحل، المرحله الاولى مصادر البيانات او المعطيات، مخازن المعطيات، استكشاف المعطيات، التنقيب في المعطيات، عرض المعطيات، اتخاذ القرار. بنلاحظ على الناحية اليمين من خلال الهرم اللي تم طرحه في المحاضرة السابقة وعرضه في المحاضرة السابقة، يوجد لدينا مدير قاعدة المعطيات، محلل المعطيات، محلل الأعمال، متخذ القرار. في المرحلة الأولى من مراحل هذا الهرم حكينا اللي هي مصادر البيانات أو المعطيات، وقلنا في هذه المرحلة بيتم تجميع البيانات من المصادر المختلفة والتي تختلف حسب طبيعة الأنشطة والعمليات اللي بتقوم فيها المؤسسة. فبالتالي ممكن أن بعض المؤسسات تتشابه ببعض الأنشطة والعمليات، لكن على الأكيد أن الأنشطة والعمليات مختلفة من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى، فباختلاف العمليات والأنشطة داخل المؤسسات راح تختلف عندنا مصادر جمع البيانات. طيب بعد ما حددنا المصادر وبعد ما جمعنا البيانات من هذه المصادر بنقوم مثل ما حكينا سابقا بمعالجة هذه البيانات ضمن سياق معين حتى تتحول لمعلومات إلها دلالة إلها قيمة إلها معنى ممكن تساعدنا في العمليات والأنشطة في المؤسسات الإدارية. بعد ما يتم معالجتها ضمن سياق معين بتم تخزينها في المرحلة الثانية وهي مرحلة الداتا وير هاوس مخازن المعطيات. شو الهدف من التخزين؟ إنه إحنا نسترجع هاي المعلومات في المراحل المستقبلية أو بالفترات الزمنية المستقبلية دون الرجوع إلى جمعها من إيش؟ من المصادر ومن ثم معالجتها ضمن سياق معين ومن ثم تخزينها. فإذا احتجناها في الفترات الزمنية اللاحقة ممكن إنه إحنا نسترجعها بشكل مباشر دون إن نرجع ونعيد عملية الجمع. إذا في المرحلة الثانية بتم تجميع البيانات التي تم معالجتها، ده بتم تخزين البيانات التي تم معالجتها ضمن ايش داخل الداتا وير هاوس. طيب في المرحله الثالثه اللي هي مرحله استكشاف المعطيات، وهون خلينا نتصور سوا انه احنا في عندنا قرار معين او في عندنا ظاهره معينه او في عندنا مشكله معينه داخل المؤسسه الاداريه، واحنا بشان انه نتخذ قرار بشان هاي الظاهره بشان هاي المشكله. فبالتالي احنا بحاجه انه نجمع معطيات ونجمع معلومات عن هذا الايش عن هذا القرار اللي احنا بدنا نقوم فيه لحل المشكله او الظاهره موضوع الدراسة. فبالتالي احنا لازم انه نسترجع المعطيات اللي بتتعلق في هاي المشكله. فهون احنا بيجي عندنا دور المرحله الثالثه وهي مرحله استكشاف المعطيات، احنا بنسترجع في هاي المرحله المعلومات فقط اللي بنحتاجها عن ايش؟ عن حل هاي المشكله او المعطيات اللي بتتعلق في هاي المشكله حتى نتخذ ايش؟ قرار معين. طيب بعد ما نسترجع المعلومات اللي احنا بنحتاجها عن ظاهرة معينة أو عن مشكلة معينة، هاي المعلومات بتكون عبارة عن مدخلات للتقنيات المختلفة المستخدمة داخل المؤسسات الإدارية. طبعا التقنيات مختلفة حسب طبيعة إيش؟ الأقسام، يعني هناك تقنيات ذكية وخوارزميات ذكية تستخدم في المجال المحاسبي، هناك تقنيات ذكية في المجال الإدارة، هناك تقنيات ذكية في مجال التسويق، في مجال المبيعات، إذا تختلف باختلاف إيش؟ الأنشطة المختلفة والأقسام المختلفة. طيب هاي التقنيات أو المعلومات اللي استرجعناها من المرحلة الثالثة اللي هي استكشاف المعطيات بتكون عبارة عن مدخلات لهاي التقنيات المختلفة واللي من خلالها بنحصل على نماذج وأنماط مختلفة. إيش النماذج والأنماط؟ حكينا عبارة عن مخرجات بأشكال مختلفة.
هاي المخرجات ممكن تكون عبارة عن صور، أشكال، جداول، أرقام. طيب شو بنستفيد منها؟ نستفيد منها من خلال عرض المعطيات. عرض المعطيات تون بتم من خلال أو من قبل محلل الأعمال، وقلنا محلل الأعمال هو شخص عنده مهارة، عنده قدرة على تحليل المعطيات، عنده قدرة على تحليل الأنماط والنماذج المختلفة لمين؟ لصناع القرار، واللي بدورهم بيتخذوا قرار المناسب. هذا بالنسبة للتموضع المنطقي للتقنيات المختلفة لذكاء العمل. وايضا حكينا انه بالنسبه للتموضع المنطقي للتقنيات المختلفه لذكاء الاعمال، حكينا تتزايد قيمه المعلومات التي ستدعم اتخاذ القرار ابتداء من اسفل الهرم، واذا بنلاحظ على قاعده الهرم بنلاقيها انه ايش؟ واسعه جدا، وكل ما اتجهنا لاعلى كل ما قلت ايش؟ هذه القاعده. فبالتالي حجم المعلومات في الاسفل الهرم راح يكون كبير جدا مقارنه بالمعلومات اللي بتصل لاعلى الهرم. إذا تتزايد قيمة المعلومات التي ستدعم اتخاذ القرار ابتداء من أسفل الهرم وحتى أعلى، فالقرارات التي تعتمد على المعطيات الموجودة في الطبقات السفلى حيث يوجد عادة ملايين من سجلات المعطيات تؤثر على تحويل عميل وحيد فقط، أما القرارات التي تعتمد على المعطيات عالية التجميع الموجودة في الطبقات العليا من الهرم فتؤثر على أقسام الشركة وحتى على كامل الشركة. لذا فإننا نجد عادة أنماطا مختلفة من المستخدمين وفقا للطبقات المختلفة الموجودة على الهرم. أيضا يعمل مدير قاعدة المعطيات بالدرجة الأولى على قاعدة المعطيات الموجودة في مستوى مصادر المعطيات ومخازن المعطيات، أما الأشخاص التنفيذيون ومحللو الأعمال فيعملون في المستويات العليا من الهرم. طيب حكينا من أجل إيصال ذكاء الأعمال إلى أوسع جمهور ممكن والاستفادة العظمى من الفوائد الناجمة عن استخدام التقنيات المتعلقة به، يجب نشره باستخدام بنية أساسية مناسبة قادرة على تحقيق إجراءات ذكاء الأعمال التي ذكرناها سابقا، ودعم مجال التطبيقات المناسب لكل مستخدم في كل نمط. وأيضا استعرضنا المحاور المهمة والمتعلقة بذكاء الأعمال، ومن هذه المحاور قلنا التنقيب في البيانات، وعرفنا إيش هي التنقيب في البيانات. قلنا التنقيب في البيانات أو إيش الداعي حتى وصلنا لإشي اسمه التنقيب في البيانات. مع كثرة البيانات الموجودة والمخزنة فيما يسمى بقواعد البيانات أصبحت موضوع تساؤل من العديد من الباحثين للاستفادة منها، كيف ممكن إنه إحنا نستفيد من كم هائل موجود عندنا من المعلومات المخزن في قواعد البيانات او في الداتا ويرهاوس. ايضا مع زياده انتشار مستودعات التخزين الضخمه والتي تسمى الداتا ويرهاوس اصبح من الضروري ايجاد تقنيات وطرق ووسائل لاستخلاص المعلومات. والمعرفه من مثل هذه البيانات المكدسه اللي لو بدنا نسترجعها بشكل مانيوال راح نحتاج لجهد كبير جدا ووقت كبير جدا، ومن الصعب جدا انه نصل للمعلومات اللي احنا بنبحث عنها بدقه عاليه. اذا اصبح من الضروري ايجاد تقنيات وطرق ووسائل لاستخلاص المعلومات والمعرفه من مثل هذه البيانات المكدسه واستغلالها في حل المشاكل واتخاذ القرارات باستخدام تطبيقات الحاسوب الحديثة والتي تعتبر تكنولوجيا حديثة ذكية قائمة على جعل الحاسوب يفكر كما يفكر الإنسان ويفعل كما يفعل الإنسان. أيضا حكينا أن التنقيب في البيانات عملية تحليل للبيانات من خلال ربطها مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والعمليات الإحصائية، وببساطة هي عملية تفتيش وبحث عن معلومات معينة ومفيدة في حجم كبير من البيانات، وطبعا ذلك يتم من خلال عملية الربط بين تحليل هذه البيانات وطرق الذكاء الاصطناعي لتصبح أكثر وأكفأ في عملية التفتيش. أيضا جاءت فكرة الكشف والتنقيب على هذه البيانات بطرق ذكية للمساعدة في حل المشاكل واتخاذ القرارات في المؤسسات الإدارية. وأيضا عملية تنقيب البيانات عملية تحليلية تمزج بين علم الذكاء الاصطناعي والإحصاء وتعلم الآلة وقواعد البيانات، وتعتبر خطوة من خطوات استكشاف المعرفة من قواعد البيانات. أيضا تكلمنا عن الداتا ويرهاوس، وقلنا هي عبارة عن مجموعة من البيانات دائمة تاريخية متكاملة للمساعدة في اتخاذ القرارات الإدارية. لما نحكي دائمة فبالتالي إحنا في عندنا قدرة أنه نسترجع هاي البيانات في أي وقت من الأوقات، ولما نحكي تاريخية فالمعلومات والبيانات المخزنة داخل الداتا ويرهاوس تم تجميعها ضمن مراحل زمنية مختلفة. خلينا نحكي حسب عمر المؤسسة
الموجودة. ولما نحكي متكاملة فهي متكاملة عن الأقسام الموجودة، فهي بيانات متكاملة ومترابطة ممكن انه نستفيد منها في كل الاقسام الموجوده في المؤسسه. فهذه المعلومات بتغطي قسم المحاسبه، بتغطي قسم الاداره، بتغطي قسم مثلا اللي هي المعلومات اللي بتحتاجها النظم المختلفه، مثل نظم المعلومات الاداريه، نظم دعم القرار، نظم دعم المديريين التنفيذيين. اذا بتغطي كل الاقسام المختلفه داخل ايش؟ المؤسسه الاداريه. اذا فهي عباره عن مجموعه من البيانات دائمه تاريخيه متكامله للمساعده في اتخاذ القرارات الاداريه، فهي تساعد على الوصول للبيانات لاغراض التحليلات الزمنيه واستكشاف المعرفه واتخاذ القرارات، لانها مصممه خصيصا لاستخلاص البيانات ومعالجتها وتمثيلها وتقديمها بصوره مناسبه لهذه الاغراض. وتتضمن كميه ضخمه من البيانات قد تكون من مصادر مختلفه، مثلا عده قواعد بيانات. أيضا مستودعات البيانات النموذجية هي التي تتضمن عدد كبير من البيانات العاطلة وهي كبيرة جدا، وأيضا تتضمن البيانات التي لا تتطاير. هذا بالنسبة لإيش؟ للداتا ويرهاوس. أيضا تكلمنا في المحاضرة الماضية عن خطوات استكشاف المعرفة، وقلنا خطوات استكشاف المعرفة تبين كيفية الاستفادة من عدد ضخم من قواعد البيانات، وذلك بانتزاع واستخلاص أنماط مفيدة تمكننا من التنبؤ والمساعدة في اتخاذ القرارات. حكينا أن خطوات الاستكشاف المعرفة مكونة من 6 مراحل، المرحلة الأولى مرحلة اختيار المعرفة، المرحلة الثانية تهيئة البيانات، المرحلة الثالثة نقل البيانات، المرحلة الرابعة تنقيب البيانات، أما المرحلة الخامسة فتقييم النماذج، والمرحلة السادسة والأخيرة تمثيل المعرفة. في مرحلة اختيار المعرفة قلنا في هذه المرحلة يتم تحديد واسترجاع البيانات الملائمة من إيش؟ من مجموعة البيانات. أيضا في مرحلة تهيئة البيانات قلنا في هذه المرحلة تكون مصادر معالجة البيانات والمعلومات متغيرة العناصر. ليش؟ لأنه تم جمعها من مصادر إيش؟ مختلفة، تم تجميعها من المصادر أو من البيئة الخارجية، فبالتالي هون ممكن البيانات اللي بتم تجميعها ما تكونش متلائمة، ما تكونش متجانسة، فإحنا بحاجة لعملية المعالجة المسبقة أو تهيئة البيانات حتى نضمن التلائم والتجانس ما بين البيانات التي تم تجميعها في المراحل السابقة. نقل البيانات وهي عملية نقل البيانات التي تم اختيارها بشكل ملائم لإجراءات البحث والاسترجاع. أما تنقيب البيانات اللي هي المرحلة الرابعة، قلنا في هذه المرحلة يتم تطبيق أسلوب ذكي لاستخراج الأنماط والنماذج المفيدة قدر الإمكان. تقييم النماذج، بعد استخراج الأنماط والنماذج المهمة والتي تمثل المعرفة يتم تقييمها استنادا على مقاييس محددة. وآخر مرحلة اللي هي مرحلة تمثيل المعرفة، قلنا في هذه المرحلة بتم استكشاف المعرفة من قواعد البيانات، وهي المرحلة اللي بتكون مرئية للمستخدم، هي المرحلة التي يراها المستخدم وتستخدم فيها الأسلوب المرئي ويستخدم فيها الأسلوب المرئي لمساعدة المستخدم في فهم وتفسير نتائج استخراج البيانات. أيضا تكلمنا عن القرارات، وقلنا في عالم مليء بالمعرفة التنافسية يجهبه المديريون يوميا مشكلة اتخاذ القرارات، سواء في المستوى التشغيلي، في المستوى الإداري، في المستوى الاستراتيجي. وقلنا في الماضي كان القرار يعتمد على الخبرة الشخصية ومقدرة الحكم والتبصر السليم. كانت أيضا القرارات في معظمها تتخذ في ظل ظروف التأكد أو شبه التأكد. أما الآن فإن القرار يعتمد على المعلومات وتدويرها بالتغذية العكسية وتقنيات التحليل والنمذجة والبحث عن الحل الأمثل في الحلول المقترحة. هذا ما تستطيع أن تقدمه منظومة المعلومات التي من بينها نظم المعلومات الإدارية أو من بينها نظم دعم القرار. أيضا تكلمنا عن عملية صنع القرار، قلنا النظرة الكلاسيكية بين العلماء الإدارة تعرف القرار بأنه الاختيار بين مجموعة من الأفعال الممكنة للوصول لمخرج مطلوب، أما صنع القرار فيعرف بأنه الاختيار النهائي بين القرارات الممكنة لاتخاذ القرارات. أيضا عملية صنع القرار حكينا تتضمن تجميع الخيارات الممكنة واختيار أحدها للتنفيذ. عدد الخيارات الممكنة قد يكون ضخما للغاية، الجزء الخاص بتحديد هذه الخيارات هو جزء لا يتجزأ من عملية صنع القرار.
أيضا عملية صنع القرار تهتم بالإجابة على العديد من الأسئلة، مثل من أين نأتي بالحلول والبدائل، كم عدد البدائل الذي يمكن أن نعتبره كافيا، وهل يجب عمل المزيد من الجهد لتحديد بدائل جديدة، وكيف يمكن إدارة العدد الكبير من البدائل المطروحة دون فقد أو إهمال أحدها. أحد مهام نظم مساندة القرارات هو مساعدة متخذي القرار للتعامل مع هذه الأسئلة. أيضا هناك مهمة أخرى لنظم مساندة القرار، وهي المساعدة في دراسة البدائل المتاحة، المساعدة في تحديد البديل الأفضل من بين البدائل المطروحة كحلول. كيف؟ بعض نظم مساندة القرار قد تصل إلى تحديد أحد البدائل كونه الأفضل، وتوضح للمدير السبب من خلال اختيار هذا البديل على أساس أنه البديل الأفضل من بين البدائل المطروحة كحلول. أيضا حكينا هناك خلط بين ثلاث مصطلحات أساسية، وهي صنع القرار وحل المشكلة واتخاذ القرار. وإن حسب سيمون فإن عملية صنع القرار تتضمن كل مراحل القرار، بدءا من تحليل المشكلة وتحليل أسبابها، ثم تعيين متغيراتها بما في ذلك جمع البيانات من مصادرها المختلفة، ثم استعراض الحلول الممكنة، ثم يأتي بناء النماذج وتصميم الحلول والمفاضلة بينها، وأخيرا اختيار الحل الأفضل وإصدار قرار به ومن ثم تنفيذه. أيضا حكينا أن اتخاذ القرار ينحصر في مرحلة المفاضلة بين البدائل واختيار البديل المناسب وإصدار قرار بصدده. حل المشكلة، قلنا أنه في حل المشكلة فهاي المرحلة بتشير إلى مرحلتي الاختيار والتنفيذ ومتابعة النتائج من خلال تقارير التقدم والنجاح على أرض الواقع. أيضا حكينا عن أنواع القرارات، وقلنا هناك ثلاث أنواع من القرارات، منها القرارات المبرمجة، القرارات شبه المبرمجة، القرارات غير المبرمجة. وأن القرارات المبرمجة هي القرارات التي يتخذها المديريون لمعالجة المشكلات الروتينية المتكررة، حيث يوجد إجراء معروف يمكن تطبيقه في أي وقت كلما تكرر حدوث المشكلة. إذن هي القرارات التي يتخذها المديريون لمعرفة المشكلات الروتينية المتكررة، حيث يوجد إجراء معروف يمكن تطبيقه في أي وقت كلما تكرر حدوث المشكلة. أما القرارات شبه المبرمجة وهي قرارات تكون فيها الظروف شبه محددة تماما، كأن تكون بعض الإجراءات محددة مسبقا ولكنها ليست كافية لاتخاذ القرار، ولا بد من تعريف للمشكلة وتصميم حلول واختيار الحل الأنسب. إذا القرارات شبه المبرمجة هي قرارات تكون فيها الظروف شبه محددة تماما، كأن تكون بعض الإجراءات محددة مسبقا ولكنها ليست كافية لاتخاذ القرار، ولا بد من تعريف للمشكلة وتصميم حلول واختيار الحل المناسب. أما القرارات غير المبرمجة هي القرارات التي تعالج مشكلات جديدة وغير متكررة في الحدوث، ومن ثم لا يوجد مسار واضح أو طريقة حاسمة لاتخاذ القرار بشأنها. مثال على القرارات الاستراتيجية: ابتكار نوع جديد من السلع، غزو الأسواق الجديدة، قرارات التوسع، قرارات الاندماج. إذن القرارات غير المبرمجة وهي القرارات التي تعالج مشكلات جديدة وغير متكررة الحدوث، ومن ثم لا يوجد مسار واضح أو طريقة حاسمة لاتخاذ القرار بشأنها. هيك بنكون استعرضنا التفاصيل التي تم التحدث عنها بتفاصيلها في المحاضرة الماضية، والآن نأتي للحديث عن اللي هي نظم مساندة دعم القرار أو نظم مساندة القرار، ورح نفسر هذا المفهوم كلمة كلمة حتى يكون المفهوم واضح للجميع. نظم مثل ما حكينا سابقا في سياق نظرية النظم العامة، يقصد بمصطلح النظام مجموعة معقدة من الأجزاء والمكونات المختلفة، ودرجة التعقيد في النظام تعتمد على عدد العناصر اللي بيحتويها هذا النظام وعلى العلاقات الترابطية والتفاعلية الموجودة داخل النظام. إذا يقصد بمصطلح النظام مجموعة معقدة من الأجزاء والمكونات المختلفة ولكنها مترابطة في أداء أنشطتها باتجاه تحقيق أهداف محددة. أيضا هناك تعريف آخر للنظام بأنه ترتيب منتظم من الأنشطة والإجراءات المتصلة ببعضها البعض والتي يؤدي تنفيذها إلى تحقيق أهداف النظام الرئيسية. مساندة أو دعم: المساندة أو الدعم هو ما تقدم هذه النظم لصنع القرار أو لفريق صنع القرار، وهذه النظم قد تساهم في إعطاء الدعم للفريق لاتخاذ القرار أو قد تصل إلى اتخاذ القرار نيابة عن الفريق. أيضا إن المدير أيا كان موقعه هو الذي يصنع القرار مسترشدا بقدرات نظم دعم القرار. إذا نظم دعم القرار هي بتقدم إيش؟
بعض الايش؟ بعض الارشادات لصناع القرار او لصنع او لصانع القرار. اذا مسانده او الدعم هو ما تقدمه هذه النظم لصنع القرار او لفريق صنع القرار. لما نحكي لصانع القرار فنقول انه استخدامها بشكل فردي، لكن هناك نظم دعم القرارات او نظم مسانده القرارات الجماعيه واللي بيتم استخدامها من خلال فريق صنع القرار. ايضا هذه النظم قد تساهم في اعطاء الدعم للفريق لاتخاذ القرار، او قد تصل الى اتخاذ القرار نيابه عن الفريق. القرار هو البديل الامثل الذي يمثل حل للمشكله موضوع الاهتمام. ايضا ان المسانده التقنيه والعمليه والمعلوماتيه للنظام هي بهدف اتخاذ القرار الاداري المناسب للمنظمه تحت ظروف المخاطره وعدم التاكد. إذا القرار هو البديل الأمثل الذي يمثل حلا للمشكلة موضوع الاهتمام. وأيضا المساعدة التقنية والعملية والمعلوماتية للنظام هي بهدف اتخاذ القرار الإداري المناسب للمنظمة تحت ظروف المخاطرة وعدم التأكد. طيب، تعرف نظم مساندة القرارات Decision Support System بأنها نظم المعلومات والمحوسبة التي تقوم بدعم القرارات الإدارية في المنظمة. هناك أكثر من تعريف لنظم مساندة القرار، منها تعريف ليكر وهو يعرف نظم مساندة القرار على أنها نظم تفاعلية محوسبة تساعد صانع القرار على استخدام البيانات والنماذج لحل المشكلات غير الهيكلية. غير الهيكلية هي نفسها المشكلات غير الروتينية. إذا تعريف ليكر لنظم مساندة القرار هي نظم تفاعلية محوسبة تساعد صانع القرار على استخدام البيانات والنماذج لحل المشكلات غير الروتينية أو غير المبرمجة أو غير الهيكلية. أيضا تعريف بكر أند كيس نظم مساندة القرار هي نظم تقوم بتجهيز المديريين بأدوات تساعدهم في حل المشكلات شبه الهيكلية وغير الهيكلية، ولكن بأسلوب هؤلاء المديريين الشخصي. إذا نظم مساندة القرار هي نظم تقوم بتجهيز المديريين بأدوات تساعدهم في حل المشكلات شبه الهيكلية وغير الهيكلية، ولكن بأسلوب هؤلاء المديريين الشخصي. تعريف سنتر نظم مساندة القرار هي مرحلة متقدمة في تطور النظم المعلوماتية انطلاقا من النظم المختلفة LAMAIS TBS ونظم المعلومات المحوسبة الذكية مثل EIS. إذا نظم مساندة القرار هي مرحلة متقدمة في تطور النظم المعلوماتية انطلاقا من النظم المختلفة مثل نظم LAMAIS والTBS ونظم المعلومات المحوسبة الذكية مثل EIS. إذا هذا الشكل بوضح لنا اللي هي أنواع النظم المختلفة. حكينا أن نظم التي بي اس تجمع بتقوم على جمع البيانات من المصادر الخارجية للمؤسسة، وبتختلف هاي المصادر مثل ما حكينا باختلاف الأنشطة والعمليات اللي بتقوم فيها المؤسسة، ومن ثم بتتم معالجة البيانات وتحليلها وتخزينها بقواعد البيانات، واللي بدورها بتتغذى عليها اللي هي نظم المعلومات الإدارية ونظم دعم القرارات مثل خلال أو مثل ما شرحنا في العلاقات التبادلية بين النظم. حكينا أن مخرجات الـ TBS هي عبارة عن مدخلات لنظم المعلومات الإدارية ونظم دعم القرار. وحكينا أيضا أن مخرجات الـ MIS هي عبارة عن مدخلات للـ Decision Support System. وحكينا أن مخرجات الـ MIS ونظم دعم القرارات هي عبارة عن مدخلات لإيش؟ لنظم المديريين التنفيذيين. أيضا إذا عندنا نظم دعم القرار ونظم دعم القرارات الجماعية، هي نظم مثل ما عرفناها سابقا نظم تفاعلية تقوم على مساعدة صانع القرار باتخاذ القرار المناسب أو تحديد البديل المناسب من بين البدائل المطروحة كحلول. كيف؟ من خلال التقنيات والقدرات التحليلية والأدوات اللي متوفرة في هذه النوع في هذا النوع من النظم. طيب هون احنا بس نيجي نحكي، بنحكي عن المعرفة والذكاء، بنحكي عن الاي اس، بنحكي عن النيورال نتورك، بنحكي عن الفيزيولوجيك، وهي عبارة عن تقنيات ذكية تستخدم في المؤسسات الإدارية بهدف دعم عملية صنع وعملية اتخاذ القرارات في المؤسسات الإدارية. الآن نأتي للحديث عن مكونات نظم مساندة القرار. أول شيء اللي هي قاعدة بيانات نظم القرار، ثاني شيء نظام برمجية نظم دعم القرار أو نظم برمجية نظم دعم القرار وواجهة المستخدم. إذا هناك ثلاث مكونات رئيسية لنظم مساندة القرار. شو المقصود بقاعدة بيانات نظم دعم القرار؟ هي مخزن لكافة البيانات ذات الأهمية والقيمة بالنسبة للمستخدمين ونظم دعم القرارات والخاصة بمنشأة معينة أو نشاط محدد. إذا هي مخزن لكافة البيانات ذات الأهمية
هو القيمة بالنسبة للمستخدمين، ونظام دعم القرارات هو الخاصة بمنشأة معينة أو نشاط محدد. وتتكون قاعدة البيانات من عناصر البيانات المخزنة بطريقة مترابطة ومنظمة في شكل ملفات وسجلات وحقول بيانات تتلائم مع احتياجات ومتطلبات المستخدمين. إيش الهدف من هذا التنظيم وهذا الترابط؟ إنه إحنا بس نسترجعها بطريقة ذكية وبشكل سهل وبشكل سلس وبدقة إيش عالية، ويتم تداولها بواسطة نظم إدارة قواعد البيانات مثل اللي هو الأكسس 2000. يمكن أن تكون قاعدة بيانات، هاي القاعدة ممكن تكون قاعدة بيانات حاسب شخصي، ممكن مخزون قاعدة بيانات ضخمة مثل الداتا وير هاوس، تتجدد باستمرار سواء من نظم معالجة المعاملات أو من البيانات الخارجية التي يمكن الحصول عليها. إذا قاعدة البيانات الخاصة في نظم دعم القرار هي مخزن لكافة البيانات ذات الأهمية والقيمة بالنسبة للمستخدمين، ونظام دعم القرارات والخاصة بمنشأة معينة أو نشاط محدد. وتتكون قاعدة البيانات من عناصر البيانات المخزنة بطريقة مترابطة ومنظمة في شكل ملفات وسجلات وحقول بيانات تتلائم مع احتياجات ومتطلبات المستخدمين. وممكن قلنا إنه هاي القاعدة ممكن تكون على شكل قاعدة بيانات خاصة بحاسب شخصي أو مخزون ضخم من البيانات اللي هي Data Warehouse، تتجدد باستمرار سواء من نظم معالجة المعاملات أو من البيانات الخارجية التي يمكن الحصول عليها. إذا قاعدة بيانات نظم دعم القرار تتغذى على المعلومات من خلال اللي هي نظم معالجة المعلومات، وممكن أن تحصل على البيانات من البيئة الخارجية لإيش للنظام. أما بالنسبة للنظام برمجية نظم دعم القرار، هي مجموعة من الحزم البرمجية الجاهزة أو نماذج تحليلية ورياضية تستخدم لتحليل البيانات عن طريق، ممكن من خلال مجموعة من نماذج رياضية وتحليلية، المعالجة التحليلية الفورية للتنقيب عن البيانات. إذا نظام برمجية نظم دعم القرار هي مجموعة من الحزم البرمجية الجاهزة أو نماذج تحليلية ورياضية تستخدم لتحليل البيانات عن طريق مجموعة من النماذج الرياضية والتحليلية، المعالجة التحليلية الفورية للتنقيب عن البيانات. المكون الثالث والأخير لنظم مساندة القرار واجهة المستخدم. واجهة المستخدم هي أوجه التداخل بين المستخدمين ونظام دعم القرار من خلال شبكات الحاسب، وهي الطريقة التي يتم التفاعل والحوار وكيفية إدخال الأوامر والحصول على الاستفسارات واستخراج المعلومات ما بين المستخدم وواجهة إيش ونظم دعم القرار، ويتم إدخال الأوامر بطريقة متنوعة عن طريق لوحة المفاتيح أو ملء مربعات حوار، أما المخرجات فتكون في تقارير أو رسوم بيانية. إذا واجهة المستخدم وهي أوجه التداخل بين المستخدمين ونظام دعم القرار من خلال شبكة الحاسبات، وهي الطريقة التي يتم من خلالها الحوار والتفاعل ما بين المستخدم ونظام دعم القرار، والطريقة اللي من خلالها بتم إدخال الأوامر والحصول على وتقديم الاستفسارات أو الحصول على إجابة لهذه الاستفسارات واستخراج المعلومات، ويتم إدخال الأوامر بطرق متنوعة عن طريق لوحة المفاتيح أو ملء مربعات حوار، أما المخرجات فتكون في تقارير على شكل تقارير أو رسوم بيانية. الآن نأتي للحديث عن نظم مساندة القرارات ونظم المعلومات الإدارية، وهون بالذات إحنا رايحين نحكي عن التمييز ما بين نظم مساندة القرارات ونظم المعلومات الإدارية. طيب، نظم المعلومات الإدارية عبارة عن حزمة متكاملة من عتاد وبرمجيات وشبكة اتصالات وأفراد لدعم عمليات وأنشطة الإدارة بصورة عامة، بينما نظم مساندة القرارات حزمة متكاملة من عتاد وبرمجيات وأفراد لدعم القرارات الإدارية. أيضا نظم المعلومات الإدارية تستند على قواعد بيانات ونظم إدارة قواعد البيانات، بينما نظم مساندة القرارات تستند على قواعد البيانات وقاعدة نماذج ونظم إدارة قواعد البيانات ونظم إدارة قواعد النماذج. أيضا نظم المعلومات الإدارية تقوم بإنتاج معلومات ذات قيمة مضافة وتقدمها في وقت حقيقي، بينما نظم مساندة القرارات لا تنتج أو توزع معلومات، وإنما تساهم في دعم القرارات من خلال بناء نماذج وتحليل بدائل واقتراح حلول. أيضا نظم المعلومات الإدارية تدعم بصورة غير مباشرة القرارات الإدارية غير الهيكلية وشبه الهيكلية،
ايضا تدعم نظم مساندة القرارات، تدعم بصورة مباشرة. بنلاحظ نظم المعلومات الإدارية تدعم بصورة غير مباشرة القرارات الإدارية غير الهيكلية وشبه الهيكلية، بينما نظم مساندة القرارات تدعم بصورة مباشرة القرارات غير الهيكلية وشبه الهيكلية. ايضا نظم المعلومات الإدارية ترتبط بالإدارة الوسطى والإدارة العليا، بينما ترتبط نظم مساندة القرارات بالإدارة الوسطى والإدارة العليا، لكنها تستخدم في معظم الأحيان من قبل التكنوقراط. أيضا نظم المعلومات الإدارية تستخدم مخرجات نظم معالجة المعاملات لأغراض إنتاج المعلومات، بينما نظم مساندة القرارات تستخدم مخرجات نظم المعلومات الإدارية لأغراض دعم القرارات. أيضا توجد أجيال مختلفة من نظم المعلومات الإدارية مندمجة مع تطبيقات أو مكونات الذكاء الاصطناعي، وأيضا توجد أجيال من نظم مساندة القرار لدعم القرارات الجماعية ومندمجة مع مكونات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. إذا بشكل سريع، نظم المعلومات الإدارية عبارة عن حزمة متكاملة من عتاد وبرمجيات وشبكات اتصالات وأفراد لدعم عمليات وأنشطة الإدارة بصورة عامة، بينما نظم مساندة القرارات هي حزمة متكاملة من عتاد وبرمجيات وأفراد لدعم القرارات الإدارية بشكل مباشر. نظم المعلومات الإدارية تستند على قواعد بيانات ونظم إدارة قواعد البيانات. أيضا نظم مساندة القرارات تستند على قواعد البيانات وقاعدة نماذج، ونظم إدارة قواعد البيانات ونظم إدارة قواعد النماذج. نظم المعلومات الإدارية تقوم بإنتاج معلومات ذات قيمة مضافة وتقدمها في وقت حقيقي، بينما نظم مساندة القرارات لا تنتج أو توزع معلومات، وإنما تساهم في دعم القرارات من خلال بناء نماذج وتحليل بدائل واقتراح حلول. أيضا نظم المعلومات الإدارية بصورة مباشرة تدعم اتخاذ القرارات الإدارية، القرارات غير الهيكلية وشبه الهيكلية، بينما نظم مساندة القرارات تدعم بصورة مباشرة اتخاذ القرارات الشبه غير الهيكلية وشبه الهيكلية. أيضا نظم المعلومات الإدارية ترتبط بالإدارة الوسطى والإدارة العليا، الإدارة الاستراتيجية، بينما ترتبط نظم مساندة القرارات بالإدارة الوسطى والإدارة العليا، لكنها تستخدم في معظم الأحيان من قبل التكنوقراط. أيضا نظم المعلومات الإدارية تستخدم مخرجات نظم معالجة المعاملات لأغراض إنتاج المعلومات. أيضا تستخدم مخرجات نظم المعلومات الإدارية في نظم مساندة القرارات لأغراض دعم القرارات الإدارية. في نظم المعلومات الإدارية توجد أجيال من نظم المعلومات الإدارية مندمجة مع تطبيقات أو مكونات الذكاء الاصطناعي أو النظم الخبيرة. أما في نظم مساندة القرار توجد أجيال لدعم القرارات الجماعية لجروب ديجيتال سبورت سيستم ومندمجة مع مكونات وتطبيق الذكاء الاصطناعي. طيب احنا حكينا عن نظم دعم القرار، الان ناتي للحديث عن نظم مسانده القرار الجماعيه. شو الفرق ما بين نظم مسانده القرار ونظم مسانده القرار الجماعيه؟ من خلال الاسم اتوقع انه التوضيح راح يكون مفهوم لدى الجميع. نظم مسانده القرار الجماعيه هي نظم تعمل من اجل خلق التوافق المشترك بين تكنولوجيا عتاد الدعم الجماعي وتكنولوجيا مسانده القرار. إذا هي نظم تعمل من أجل خلق التوافق المشترك بين تكنولوجيا عتاد الدعم الجماعي وتكنولوجيا مساندة القرارات، أي أنها جيل متطور من نظم مساندة القرار على مستوى عتاد الحاسوب، نظم البرمجيات ووسائط الدعم التقني. إذا هي نظم تعمل من أجل خلق التوافق المشترك ما بين تكنولوجيا عتاد الدعم الجماعي وتكنولوجيا مساندة القرارات، أي أنها جيل متطور من نظم مساندة القرار على مستوى عتاد الحاسوب، نظم البرمجيات ووسائط الدعم التقني. أيضا نظم مساندة القرار الجماعي تعمل على دعم وإسناد عملية اتخاذ القرارات بالمشاركة. إذا عملية اتخاذ القرارات بتتم بالمشاركة من خلال فريق عمل. أيضا نظم مساندة القرارات الجماعية هي حزمة من البرمجيات والعتاد والإجراءات لدعم مجموعة من الأفراد يعملون معا من أجل الوصول إلى نتائج محددة أو لتسهيل إنتاج حلول لمشكلات يهتم بها فريق العمل بالمنظمة، أو هي نظام تفاعلي مبني على الحاسب الآلي يساهم في تيسير حل المشكلات غير المبرمجة والتي يسعى لحلها مجموعة من متخذي القرارات الذين يعملون معا كفريق. إذا هي حزمة من البرمجيات والعتاد والإجراءات لدعم مجموعة من الأفراد يعملون معا من أجل الوصول إلى نتائج محددة أو لتسهيل إنتاج حلول
لمشكلات يهتم بها فريق العمل بالمنظمة، أو هي نظام تفاعلي مبني على الحاسب الآلي يساهم في تيسير حل المشكلات غير المبرمجة والتي يسعى لحلها مجموعة من متخذي القرارات الذين يعملون معا كفريق. بالحديث عن القرارات الجماعية وبالحديث عن اللي هي التموضع المنطقي لمنصة ذكاء الأعمال والتي تم الحديث عنه في هذه المحاضرة في المحاضرة الماضية، وكيف ممكن إنه إحنا نساهم، وكيف ممكن إنه إحنا يعني بشكل كبير جدا نساهم في اتخاذ القرارات الذكية في المؤسسات الإدارية، وإيش المراحل اللي بتتم فيها مراحل اتخاذ القرارات الذكية، أو إيش المراحل اللي لازم تمر فيها المؤسسة وصولا لاتخاذ القرارات الذكية. خلينا نشوف هذا الفيديو واللي بيحكي عن إمبراطورية سامسونج والسياسات والإجراءات وكيفية صناع القرار في هذه الإمبراطورية، وكيف تطورت شركة سامسونج وأصبحت من الشركات المنافسة على مستوى العالم للشركات الأخرى. Dans le métro, les gens sont connectés à Internet en permanence. C'est aussi le pays des grandes entreprises de l'électronique, des groupes comme LG ou Samsung. Samsung est le numéro un mondial des technologies. À lui seul, le groupe génère plus de bénéfices qu'Apple, Google et Microsoft réunis. Pour la première fois, les dirigeants de l'entreprise ont accepté d'ouvrir leurs portes à une équipe de télévision occidentale. C'est un voyage absolument sidérant, vous allez le voir, au cœur du miracle économique sud-coréen. Le reportage est signé Loïc Delamornay et Jean-François Moyne. Il était une fois Madame Lee, ménagère coréenne. Comme chaque matin, elle posait cette question. Miroir, mon beau miroir, suis-je toujours aussi belle? Et grâce au capteur laser installé au plafond, son miroir lui répondait. Je recherche vos paramètres santé. Ma graisseuse, 11,5%. Pulsation cardiaque, 90. Température, 36,9. Mon miroir dit que j'ai une excellente condition physique. Madame Lee doit ensuite préparer le déjeuner et se heurte à une autre interrogation. Que manger aujourd'hui? Je présente cette assiette. Et l'ordinateur reconnaît quel type de viande c'est. Et me propose une recette. Ce midi, Madame Lee mangera donc du barbecue de porc avec des patates. Problème, l'ordinateur du réfrigérateur indique qu'il ne reste plus assez de pommes de terre dans le bac à légumes. La mère de famille commande immédiatement un nouveau paquet qui lui sera livré. Elle paie en ligne grâce à un système de reconnaissance faciale. En Corée, le miroir de Blanche-Neige a pris un sacré coup de vieux. Et le futur imaginé par Samsung va encore plus loin que le conte de fées. Le monde de Madame Lee sera peuplé de stylets traducteurs pour décrypter un menu au restaurant à l'étranger. De cartes de crédit intelligentes qui regroupent toutes les cartes de paiement. De pare-brise tactile qui équipe les voitures. D'écran souple, facile à dérouler et incassable. Good job. Ou encore de cet incroyable appareil qui imprime des vidéos sur papier. Le Polaroid de demain. Science-fiction. Samsung assure que ces innovations arriveront sur le marché dans 5 ans. Et elle les présente au public dans des maisons du futur étincelantes en plein cœur de Séoul. Ces murs cascades d'eau qui sont en réalité de la vidéo et où s'incruste votre télévision existent déjà.
Mark a les moyens de ses ambitions et fait la fierté de toute une nation avec Samsung, demain sera coréen. C'est depuis l'enfance que tous les Coréens, mais absolument tous, savent que Samsung est la meilleure entreprise du pays. Pourquoi est-ce que tout le monde rêve d'y entrer? Parce que Samsung est parti de rien, dans un tout petit pays qui est la Corée. Et c'est devenu depuis la première entreprise high-tech du monde. Tous les gens voient dans Samsung le miracle économique coréen. Il a fallu presque 6 mois de négociations pour prendre la direction de Suwon, à 1 heure de route de la capitale. Soudain, surgit un long mur, une enceinte qui court sur des kilomètres et protège une ville dans la ville. Bienvenue à Digital City. C'est la première fois qu'une caméra occidentale pénètre dans ce sanctuaire. Voici l'une des 8 villes Samsung du pays. Celle-ci est consacrée à l'électronique. Avec ses 30 000 employés, elle a la taille et la population d'une ville française de province comme Auxerre. Avec ses banques, son hôpital et sa clinique dentaire. Avec ses stades, ses bars et ses restaurants. Pour fouler ces trottoirs, il faut être un membre de la famille Samsung. Et cette famille a beau compter 250 000 employés dans le monde, elle n'a qu'un seul esprit de corps. C'est ce qu'a découvert un jeune franco-belge tout juste recruté qui s'est fondu dans le moule coréen. Salut, mon Oliver. Vous parlez coréen? Oh oui, bien sûr. Ah oui? Depuis quand? Je suis en Corée depuis 2 ans. Et pour on entre dans l'entreprise comme on entre en religion. Le jeune novice a expérimenté la méthode Samsung juste après l'embauche. Pendant 3 semaines, en fait, on va dans un centre d'entraînement fermé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir, en fait. Week-end, jours fériés compris, on reste là. C'est assez chargé. Les cours commencent 7h30 du matin jusqu'à 9h du soir. Plus des travaux de groupe le soir, la nuit. Ce qui fait que sur 3 semaines, on dort en moyenne 3-4 heures par nuit. Nous sommes tous de votre santé. Mais après ces efforts, voici la récompense suprême. Les 5 000 jeunes embauchés chaque année se retrouvent pour une gigantesque cérémonie d'intronisation. C'est l'exaltation du collectif et l'adoubement final de l'entreprise sous le slogan géant « Fier ». D'être des Samsung. Cette fierté est racontée au cœur de Digital City qui a son propre musée. Les Digitaliens, comme ils s'appellent, vouent un véritable culte au fondateur de Samsung, Byung-Chul Lee. Il a créé en 1938 une petite épicerie de riz et sucre qu'il appelle Samsung, qui signifie 3 étoiles en coréen. 3 étoiles pour 3 valeurs fondatrices. Devenir grand, devenir fort, durer éternellement. Et les efforts paient. Samsung fait entrer les Coréens dans l'ère de la consommation. Ces publicités sont des promesses de foi. Samsung va conquérir le monde avec ses produits bon marché. Mais ce n'était pas encore assez pour satisfaire l'ambition de ses dirigeants à la poigne de fer. En 1995, notre président offrit des téléphones portables à ses amis et à sa famille. Mais certains d'entre eux avaient des petits défauts. Le président décida alors de brûler toute la production de 150 000. Téléphone devant les employés. Toutes leurs heures de travail sont parties en fumée, les ouvriers pleuraient. Mais le président voulait nous donner un électrochoc. Et depuis, nous faisons de la qualité. Sa force de frappe, Samsung la doit à son armée de 40 000 chercheurs maison. C'est 3 fois plus de scientifiques que tout le CNRS français. Derrière ses façades se cachent des centres de recherche parmi les plus secrets du monde.
risques inimaginables que notre caméra y pénètre. Les enjeux industriels se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. Pas question que nous filmions un schéma qui pourrait être décortiqué par un concurrent. Nous n'aurons d'autre aperçu que ces quelques images fournies au compte-goutte par l'entreprise. C'est la raison pour laquelle, s'il est difficile d'entrer à Digital City, il est encore plus dur d'en sortir. Le soir, chaque voiture est minutieusement fouillée. Et en quittant les bureaux, tous les employés passent une véritable douane. La peur des espions industriels, une vraie paranoïa. Aucun salarié ne peut sortir avec son ordinateur ou tout autre appareil électronique. Tout doit être laissé au bureau. De toute façon, il n'est pas facile de quitter la famille Samsung. Après le travail, beaucoup d'employés rempilent et restent à Digital City dans l'une des nombreuses associations de l'entreprise, comme ce cours de cuisine chinoise. C'est vrai que je pourrais rentrer à la maison et voir un peu plus ma famille. Mais là, ça me permet de rester un peu plus longtemps avec mes collègues. Du matin jusqu'au soir, ces salariés motivés ne se voient pas vivre loin de la sphère de l'entreprise. Je travaille de 9h à 18h. Après, je fais des activités comme ce cours de cuisine. Puis je retourne travailler un peu à mon bureau jusqu'à 21h environ. Après, je rentre chez moi, je retrouve ma femme et mes enfants, et une fois qu'ils sont couchés, je retravaille pour mon autre association Samsung, un club de construction de robots, jusqu'à 2h du matin. Est-il concevable d'échapper à l'emprise de l'entreprise? Car quand on travaille et se divertit chez Samsung, il est tout naturel qu'on habite chez Samsung. Voici un complexe Raimian. Un acronyme qui signifie futur, beauté, confort. Ces luxueux lotissements Samsung sont disséminés partout dans le pays. Ils sont ouverts aux salariés du groupe et à tous ceux qui ont les moyens. Les résidents sont choyés. Déplacements en véhicule électrique, services à profusion, les enfants ont même leurs propres écoles, construites par Samsung bien sûr. Seul en torse au contrôle de la marque, les professeurs dépendent tout de même de l'éducation nationale. Nous avons rendez-vous chez la famille Nam. Ce couple de cadres avec deux enfants a acheté ce 120 mètres carrés 700 000 euros. Tout l'appartement est équipé en domotique et la technologie est telle que parfois les parents doivent appeler leur fils à la rescousse. Vas-y, Johnny, toi qui connais bien l'écran du frigo. J'ai 47 ans, petit, j'habitais dans le coin, et c'était complètement sous-développé. J'aurais jamais imaginé que ça se développerait comme ça. Par rapport à d'autres pays, il y a une croissance extraordinaire. Moi, je me rappelle qu'enfant, la seule chose qui comptait, c'était l'éducation. C'est grâce à ça que Samsung s'est doté de cerveau et a réussi. Dans ce monde, la seule chance de survie, c'est le savoir. Études, travail, réussite. On dort peu en Corée. Et le pays du matin calme n'a jamais aussi mal porté son nom. Une nouvelle journée reprend. Séoul s'éveille, frombissante. Les Coréens travaillent 40% de plus que les Français. Et dans ce Manhattan asiatique, d'autres membres de la famille Samsung sont déjà au travail autour d'un emploi du temps en quatre lettres, SADI, l'université de design de Samsung. Le groupe a créé cette école pour trouver de nouveaux talents et doper sa créativité. Les nuits blanches passées sur les projets sont nombreuses,
La sélection est rude. Seule la moitié des étudiants décrocheront le diplôme. Les profs sont souvent occidentaux. Est-ce que vous voyez du volume dans cet objet? Oui. Tous les étudiants ne feront pas forcément carrière chez Samsung. Mais cette école a fait des émules dans tout le pays qui forment à présent près de 30 000 jeunes designers par an. De plus en plus, les étudiants coréens sont récompensés dans les grands prix internationaux de design. On a en Corée des géants comme Samsung pour l'électronique ou LG pour l'électroménager qui créent tellement de produits que c'est pour nous un terrain de jeu extraordinaire. Et je suis fier de participer à cette nouvelle vague de designers coréens. L'université ouvre ses portes, mais les laboratoires nichés au sommet du quartier général de Samsung, beaucoup moins. Voici les tâches des designers. Là encore, interdiction de les filmer et panique de nos accompagnateurs, même si les vitres sont opaques. Car le design est devenu un enjeu stratégique majeur et tous les cadres dirigeants se rappellent ce jour de la fin des années 90 où le redoutable président, toujours lui, leur a asséné un second choc de culture. Le président nous a dit « Changez tout, sauf votre femme et vos enfants ». Il fallait se débarrasser de tout ce qui avait été acquis auparavant. C'est là qu'il annonçait la révolution du design dans l'entreprise. Le vice-président est fier de présenter son dernier bijou. On voulait quelque chose de chic, de brillant, de classe. Pas un mot sur la ressemblance frappante entre le dernier né de la gamme Samsung et la tablette d'un célèbre concurrent. Prononcer le mot « Apple » n'est pas politiquement correct chez Samsung. Mais pour Philippe Lee, président de la Chambre de commerce franco-coréenne, l'important n'est pas que le Coréen ait plus ou moins copié l'Américain. Samsung avait complètement mésestimé l'importance des smartphones. Il y a quelques mois, panique à bord, donc il a fallu mettre en place un plan de réaction par rapport à ça, mais le plan il est sorti au bout de quelques mois, c'est-à-dire que le groupe a été capable, en quelques mois, de concevoir un produit qui n'est pas un produit révolutionnaire puisque il est très similaire à celui de l'iPhone, mais à développer ce produit et à le commercialiser avec succès et dans le monde entier. Et c'est là l'autre prouesse du groupe, avoir changé son image notamment dans les pays occidentaux grâce à son marketing. Partenariat sportif dans les plus grands événements ou encore publicité ciblée avec des stars nationales comme dans ce spot pour l'Australie où Samsung s'est offert l'icône du pays, Simon Baker, l'acteur de la série du moment, le mentaliste. Celle qui remplit vos écrans publicitaires et joue avec vos désirs de consommation, c'est elle, la vice-présidente Yoon Hee, grande prêtresse du marketing. Passée par New York, Londres et Paris, ancienne de L'Oréal, elle vient de lancer la dernière étape de son plan. Jusqu'ici, on adaptait notre stratégie publicitaire en fonction des pays, un acteur australien pour l'Australie, etc. Mais c'est fini, désormais on va unifier la communication. Tous nos produits auront le même style, les mêmes noms, les mêmes visages. Car ce sont des produits universels. Samsung est devenue une marque monde. Une marque monde qui attire désormais les talents étrangers. Mathieu Apothécaire est né en France. Il est belge, il a fait ses études à Cambridge et est diplômé du prestigieux MIT de Boston. Le monde s'offrait à lui, il a choisi la Corée au grand étonnement de ses amis. Bah, au début, il s'interroge un peu sur pourquoi est-ce que je voudrais partir en Corée alors que je pourrais trouver un emploi à New York ou un emploi à Paris ou à Los Angeles. Et après environ deux minutes et demie de discussion, ils se rendent compte très vite que c'est une opportunité énorme. Samsung prise ses profils occidentaux. Mathieu Apothécaire fait partie d'un service spécial, les consultants internes. Sa mission est d'aller régler les problèmes dans toutes les branches du groupe avec son regard neuf d'Européen. Ce qui ne l'empêche pas d'être bluffé par son pays d'accueil. Mon professeur de macroéconomie disait toujours que pour devenir un pays développé, il
fallait exactement 100 ans. Il y a deux exceptions à la règle. Au XXe siècle, la Corée et Israël. Samsung est le reflet de cette croissance exceptionnelle. C'est même son moteur. Car tout ce qu'il vous a été donné à voir n'est qu'une partie de l'iceberg. Et à côté de la tour de Samsung Electronics se dresse celle de Samsung Assurance et celle de Samsung Construction. On appelle cela un jaibol, un conglomérat en coréen. Et en la matière, le pays a construit les empires industriels les plus puissants du monde. Samsung représente un cinquième de l'économie de la Corée. Car sur les mers du globe, on bat aussi pavillon Samsung. Ces chantiers ont œuvré pour hisser la Corée au deuxième rang mondial dans la construction navale. Le groupe est aussi un géant du BTP, tant en Corée qu'à l'étranger. La plus haute tour du monde, à Dubaï, est une tour Samsung. Elle affiche, sur 800 mètres de haut, la suprématie du groupe. Scientifique de pointe et BTP, il n'en fallait pas plus pour que Samsung s'intéresse à la tour. Associé à l'EDF sud-coréen, le groupe construit ses propres centrales nucléaires et l'an dernier, ses ingénieurs ont fêté un joyeux événement aux dépens de la France. Ils ont soufflé à Areva la construction de 4 réacteurs aux Émirats Arabes Unis. Je pense qu'en France, on ne se rend pas compte de la vitesse d'évolution, du fait qu'effectivement, la Corée s'est devenue un pays concurrent de la France, ou en tout cas au même niveau, quasiment au même niveau que la France dans beaucoup de domaines. Gare de Séoul. Ce train vous semble familier. Normal, c'est le TGV que les Coréens ont acheté à la France en 1994. Il ne leur a pas fallu 15 ans pour construire le leur. Voici le KTX. Il a été conçu par un autre géant coréen, le groupe Hyundai. Et il affronte désormais son grand frère sur les appels d'offres internationaux au Brésil ou en Californie. Direction le sud du pays. Le voyage de 300 km explique presque tout. Devant ces plaines mornes et sans aucune ressource naturelle, la Corée n'avait pas d'autre choix que de se surpasser en misant tout sur l'exportation. Voici Busan, deuxième ville du pays. Son port et ses dizaines de milliers de voitures Samsung Motors prêtes à l'embarquement. Mais ici, plutôt que combattre le rouleau compresseur coréen, la France a choisi de s'allier avec lui. Samsung Motors a été racheté en grande partie par Renault. Le français construit ici des voitures pour les trois marques du groupe. Renault, Samsung Motors et Nissan. Le constructeur dispose même d'un technocentre en Corée, où les prototypes sont conçus et les voitures testées. Après la France et l'Allemagne, la Corée est le troisième marché de Renault. Et désormais, quand la marque aux losanges lance une nouvelle berline, elle ne l'inaugure plus dans son pays natal, mais ici, en Corée. Notre voiture la plus vendue, c'est ce qu'on appelle la SM5, qui sera commercialisée prochainement sous le nom de Latitude en Europe. Autrefois, on aurait pu dire « je conçois la voiture pour le marché européen, puis après je vois si je peux la vendre dans les autres marchés ». Maintenant, on est dans une autre démarche. Quand les volumes sont presque plus importants en Europe qu'en Europe, il faut concevoir la voiture d'abord pour ces marchés-là. Toute la Corée est donc occupée par Samsung. Toute ? Non. Une petite marque résiste encore et toujours à l'Empire. Et à Séoul, Astérix s'appelle Apple. Plus exactement Frisbee, car la marque à la pomme n'a pas encore suffisamment de poids pour ouvrir ses fameux magasins Apple Store. Ce n'est pas évident pour nous. Les gens ne connaissent pas encore bien la marque. C'est difficile de s'attaquer au marché coréen, mais la curiosité commence à payer. L'État coréen ne fait pas de cadeau à l'Américain. Pour des problèmes de service après-vente, l'un des hauts dirigeants d'Apple a été convoqué pour s'expliquer devant l'Assemblée nationale.
Et même si Apple remporte un succès, ce sera quand même une victoire Samsung. Le coréen est le numéro un mondial des semi-conducteurs. Et sous la coque des iPhones, les composants, eh oui, sont des puces Samsung. C'est David contre Goliath. En face, Samsung étale ses Delight Center et autres showrooms ultra-modernes. Sur les écrans des ordinateurs peu de Google, le célèbre moteur de recherche n'occupe que 5% du marché coréen. Ici, on navigue sur Naver ou Dome, considéré comme plus performant. Et avant la création de Facebook, les Coréens avaient déjà leur réseau social, Cyworld. Comme pour avertir l'Occident, qu'il ne s'endorme surtout pas sur ses certitudes, car demain, votre cyberespace pourrait bien être coréen. طيب، إذن إحنا اليوم إن شاء الله أو اليوم تم الحديث عن نظم دعم مساندة القرارات أو نظم مساندة القرارات. أيضا تم الحديث عن مكونات نظم مساندة القرارات. أيضا تم الحديث عن التمييز ما بين نظم مساندة القرارات ونظم المعلومات الإدارية. أيضا تم الحديث عن نظم مساندة القرارات الجماعية. أيضا تم الحديث عن مكونات نظم دعم القرارات، وقلنا عندنا قاعدة بيانات خاصة في نظم دعم القرارات، عندنا أيضا اللي حزمة من البرمجيات الخاصة في نظم دعم القرارات، وعندنا واجهة مستخدم. عرفنا احتياج كل واحدة من هذول، وقلنا مع نظام دعم القرار أو نظام مساندة القرار، أيضا هي الواجهة اللي من خلالها ممكن أنه يتفاعل من خلال إعطاء المدخلات والحصول على المخرجات. المخرجات قلنا ممكن تكون على شكل أنماط ونماذج مختلفة. الأنماط والنماذج ممكن تكون على شكل تقارير، رسوم بيانية مختلفة بتساعد صانع القرار على اتخاذ القرارات المناسبة. أيضا تكلمنا عن التمييز ما بين نظم مساندة القرارات ونظم المعلومات الإدارية، وحكينا عن نظم مساندة القرارات الجماعية، وقلنا هي نظم تعمل من أجل خلق التوافق المشترك ما بين تكنولوجيا اعتاد الدعم الجماعي وتكنولوجيا مساندة القرارات، أي أنها جيل متطور من نظم مساندة القرار على مستوى اعتاد الحاسوب ونظم البرمجيات ووسائط الدعم التقني. هيك بنكون خلصنا المحاضرة السادسة لهذا المقرر. بشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.